أحسن الله إليك. سائلة تسأل: امرأة قريبة لي تشتكي من زوجها عن بعض تصرفاته، ومنها أنه يتعاطى أمورا غريبة وتشك بأنه سحر أو شعوذة، وفي مرة من المرات ناصحته وواجهته بأنه يتعاطى السحر والشعوذة، وإذا لم ينتهي سوف تخبر أهلها، وبعد ذلك أصابها مرض غريب وهو انتفاخ جسمها وخاصة وجهها، ولم يعرف الطبيب سببا لهذا المرض، وعندها هددها زوجها إذا عادت وهددته بأن تخبر أهلها سوف لن يسكت ويفعل أعظم من ذلك، وأهلها خائفون من ذلك. السؤال: ما هي الطريقة السليمة الآمنة لهذه المشكلة؟ الطريقة السليمة أن تتقدم إلى المحكمة وتطلب الفراق، لأن بقاءها مع هذا الزوج ضرر عليها، فتتقدم إلى المحكمة وتطلب الفراق وتثبت عليه ما قالت، والقاضي سيحكم بفراقها إذا ثبت ما تقول. نعم.